اليوم غدا امام الكوت ديفوار. مباراة غادي تكون صعبة، لم نقل هو نهائي قبل الأوان، خصوصا بأنه المنتخب الإيفواري هذه يمكن نقولوا ثالث مرة بنفس الطريقة يتعادل في مواجهتين وبالتالي يحرز اللقب. أكيد بأنه المواجهة الأخيرة للمنتخب الإيفواري أمام المنتخب الطوغولي كانت عندها تداعيات كثيرة، هو أنه المنتخب الإيفواري صار في موقف حرج، ولكن الفيلة الإيفواريين قادرين على تجاوز هذا العائق نظرا لإمكانياتهم القوية والكبيرة. هذا ليس كلامي ولكن كذلك كلام هيرفي أوناغ الذي أكد بأنه العناصر الوطنية قادرة على أن تعطي العطاء الجيد. في نظرك على من سيكون الضغط؟ هو رونار ما عنده ما يخسر، والكوت ديفوار عندها لقب، وبالتالي المغرب غادي يحاول انه يلعب كل اوراقه خلال هذه المباراه. مباراه صعبه، يعني يمكن الفوز يكون للمنتخب المغربي يمكن يكون للمنتخب الايفواري، ولكن سواء الفائز او المنهزم فما غاديش يخرج من الباب الصغير. المنتخب الايفواري غادي يتاثر بشكل كبير لانه غتكون مفاجاه قويه انه يقصى من هذا الدور. المنتخب المغربي ليس لديه ما يخسره، واعتقد بانه الضغط غادي يكون على العناصر ديال المنتخب الايفواري وليس على مستوى الكاس. شكرا. مرحبا.